بسوان بسوان امر بالدار واهل الدار امر بالدار امر بالدار امر بالدار والقى الدار بسوان وحسافه ما بجيت بدمي يا عبر السالم الوهب يقول يقول بسوان 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 صحت بصوت روح ذبلت صحت بصوت صحت بصوت روح ذبلت بس وين اهل هالدار ورجالي الثنيه لطيف صح الراحي الكبير سامر الزرقاني استاهل ما شاء الله الله يحفظك عزيزي على هذا الأداء الجميل عزيزي. هذه هي الوساطة الكلمات الوساطة الموجودة حتى موسى شوي سولف لنا عن الربابة يعني أنا خليني شوي تاريخ الربابة كتراث شعبي كتراث شعبي نعم تراث شعبي أساسها يعني خل ندخل بعد بقضية العلوانية احنا نتميز بها هاي الربابة وهذا الطور يعني بالنسبة على جميع الشعوب العربية أظن هذا من تراثنا بس يختص للأهوازين الله يسلمك صح؟ أستاذ طبعاً العلوانية هي منحصرة للأهوازين يعني من إبداع الأهوازين نعم. صحيح قبل كل شيء هي الربابة نعم. اللي يعزف ربابة يكون جالس على يعني على الأرض نعم فهاي نوع ممكن أزعجناك نوع اليوم لا بالجلسة لا نوع قاعدتي هي يعني تسوي خلة بالعزف هاي وحدة ويمكن ما كنت حق التعديل بالنسبة للعلوانية العلوانية هي بس أديتها بصورة الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك شكرا هاي شهادة واحتز بها زين العلوانية بما أنه هي بدعها فنان من هو؟ الفنان علوان بن شويع بن حرابة القطراني على فكرة يعني عن شخصية علوان كثير أنا تحدثت بكم مكان وكم جلسة باستوديوهات يا ريت أنه نعيدها مرة أخرى علوان رحمة الله عليه هو كان شاعر أحد أبياته اللي معروف الدمع من عظم فرقاكم تراكت إلك إلك والنوم من عيني تركت أنا على الرمح غصبا تراكيت ابتليت وبلوتيت من دي أحسن الله إليكم طبعا علوان شاعر بالبداية ثم فنان بكم طريقة لكن هو اشتهر بالعلوانية
وقبلها البنية. نعم. القصة معروفة بالنسبة نعم. للبنية وكيف يعني قفز إلى العلوانية. نعم. وأبدع بيها صراحة. العلوانية لها فضل، لها فضل بالنسبة هم بالفن وهم بالأدب أو الشعر. نعم نعم بالذات. خدمة اللابودية خدمة هي كبيرة. بالواقع احنا انت شوف مرات نريد خاصة مثلا ندور لنا عن بيت. نعم. نقول هذه البيت المن دونت اسم الشاعر. نعم. شخص يقول شخص يقول لي فوير، شخص يقول نعم. الحمد، شخص يقول العبود. فمني واحد يقول لا انا عندي مستند سمعته من علوان. نعم. علوان يرجع للكاسيتات القديمه. علوان قال البيت الفلاني. نعم. اذا هي خدمه. نعم. الشاعر واحتقد الهوازين كانوا يعني يذكرون انه. نعم. اسم الشاعر بالعلوانيه هم اللي ابدعوها يعني نجعل ضمن التوثيق توثيق الاسماء الشعراء القدامى. صحيح. فهي خدمة الشاعر وخدمة الشعر بالنسبة بجوارها بجوار الفن. جميل. أو الشعر بجوار الفن عفوا. جميل. أنت أنا لا أطيل بحضوركم بس فد يعني فرد شيء نلخصها. إحنا عندنا كثير يعني مثلا غناء الريفي أو الفنون الأطوار والمغامات. الأطوار والمغامات تشوف الوحيد اللي يعني تشتهر الأغنية لكن الشاعر مظلوم. نعم. ممكن أشخاص يقرون بالتالي مثلا يقرون للشاعر الكلمات للشاعر فلان، لكن بالعلوانية لا، هو ما نفس الفنان ما على قولتنا ما يثني إيه. فيكون فخرا للشاعر. إيه. يذكر الشاعر. نعم. فصناعة الربابة، صناعة الربابة طبعا الربابة هي الربابة بالوطن العربي كلها موجودة. إيه. هي آلة بدوية عند البدو. هاي كانت وإلها قصة يعني طويلة وتطول وقت كثير لازم نتطرق لها. زين نروح لقضايا اكثر اهميه ابو عرفان نبدي بيها. حبيبي فتحي انا اتكلم عن موضوع العلوانيه. انا اشوف ان الغناء الاهوازي او نريد نقول العلوانيه الذي ما نقدر نصفها كغناء، ما هو طرب وغناء، هي ما هي ولكن ما نقدر بهالشكل نجيبها كالغناء والطرب الذي وراء هسه صفقه او رقص او شيء. هو عنده الأطوار الحزينة تقول يعني تقدر تستخدمها حتى بالفوات يعني. نعم. عنده فكرة هسه لو عتاب لو يحفز الإنسان على الخوة ويحفزه على الكرامة، يحفزه على احترام الجار. يعني بيها بينا رسالة اجتماعية، دروس أخلاقية وبيها رسالة اجتماعية. صحيح. رسالة اجتماعية. فاحنا رسالة اليوم نريد أحسن اليوم نريد نتطرق موضوعنا الاجتماعي للأهوازيين. نعم. فمن الطبيعي العلوانية كان لها دور أساسي هسا احنا مثل ما ذكرنا هذا الموضوع. والكان يبطور العلوانية ويتقنى بطور العلوانية ويسمع المسامع الأهوازيين كان ينصحهم بالخوة وينصحهم باحترام الجار وينصحهم بكثير نصائح. هن هذا المقدمة لإصلاح المجتمع آنذاك الذي ممكن كان شح في الإمكانية أو شح في الإعلام وما كانت أدوات مثل اليوم. فالكان يسمع العلوانية ينتصح بالنصائح اللي يؤديهن للشاعر أو الشخص الذي يغني العلوانية. حتى لحد الآن شغف كبير لسماع العلوانية حتى من جيل الشباب. صحيح. توافقني. صحيح. موجود. إحنا يعني غير العلوانية ترى عندنا المغام الحويزي مظلوم عندنا بالأهواز، كثير ناسنا ما يعرفونه، ولكن المغام الحويزي من المغامات الهامة، غنى به الغبنشي وغنى به ناظم الغزالي ومن المغامات الأهوازية، ولكن اليوم بالتاريخ مذكور وبالكتب الأدبية موجود، ولكن مع الأسف غلائل من فنانين يعرفون المغام الحويزي. أنا أتمنى أن تصير إعادة نظر للمغامات الأهوازية والشعر والغناء الأهوازي يكون لأرشيف ويكون يعني توثيق وتصير أعمالنا على طراز حديث. جميل. حبيبي. ابو عرفان شكرا لك على تطرقك للعلوانيه. حبيبي ابو عرفان نروح لموضوع المثقف الاهوازي مجددا. نعم. دور الناشط الاهوازي في وتدخله في الاحداث احداث البلد شو تشوفه الناشط او المثقف الاهوازي بهاي الاونه الاخيره او اريد نقول بالسنوات المضت قبل. نعم. إلى كان دور ريادي في كثير من القضايا اللي حدثت بالمجتمع الأهوازي. هسه طورت المجتمع الأهوازي مشته أو خلته يفكر بعض القضايا. من ضمن هاي القضايا إحنا نشوف اليوم الناشط الأهوازي قاعد يحث المجتمع عن الابتعاد عن بعض السلبيات الموجودة بالمجتمع. كالقضية الغبلية اليوم الشخص الوحيد اللي قاعد يصارع
ويوقف امام القضايا الغبليه الموجوده بالمجتمع هو الناشط او المثقف الاهوازي. لان الحقيقه والواقع هسه احنا هم ان شاء الله نتحاور ويا ابو جواد ويصير عنده مداخله نشوف ان اليوم الفكر الغبلي خذا لماط كبير من مجتمعنا ودمر ما دمر حرق بيوت وقتل كثير من شبابنا. هو فكر رجعي، احنا نتمنى ان هذا الفكر يتعالج. فالمثقف والناشط نوعا ما قاعد يحارب هذا الفكر، لكن الحرب المعه او العمل قاعد يقدمه هو تثقيف المجتمع وزحزحه الافكار الخاطئه من ضمنهم هذا الفكر القبلي. فانا اشوف والله اليوم ان شاء الله ابو جواد شطينا راي جديد ان شاء الله. قبل بنظري انا دائما على حساسيه الموضوع من هيك قضايا نطرحهن، بان نقول القبيله شيء والقبلية شيء. احنا كثير من الناس عوام الناس يحترضون علينا يا بشتردون من القبيلة، يقولون يا القبيلة تختلف القبيلة. احنا كنا عندنا انتماء قبلي، يعني القبيلة كمؤسسة ثقافية نحترمها اجتماعية، هي مؤسسة اجتماعية مثل اي منظمة ثانية او مجموعة انسانية. نقول ما عندنا اي مشكلة احنا عندنا ويا العصبية القبلية. القبلية من نقول العصبية القبلية، والعصبية يعني أنا ناصر قضية الذي تهمني بدون أعرف بالله هذه القضية على حق يوبا. انصر أخاك ظالما أو مظلوم، هذه من المبادئ الجاهلية لما الإسلام جاء قال صحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بس إذا ظلم منع من الظلم وبهاية نصرة. صحيح. فهذا المبدأ الذي اليوم احنا نشوف هي ترى الغبلية عنصرية. احنا دائما نتكلم على العنصرية وعنصرية الشعوب وذاك الشعب عنصري، بس هي العنصرية عندنا القبلية عنصرية قبلية. صحيح. يعني احنا نميز فلان عن فلان، نفاخر بالقبيلة، نفاخر بآبائنا، نفاخر بأجدادنا. هسه القضية من تي يعني تشوفها عندنا القضية القبلية شتي بنا تي بنا ثقافة الاحتزاز، والقضية المدنية تي بنا ثقافة الإنجاز. ثقافة الاحتزاز يعني أنا أحتز بيدي، الله يرحمه يدي هيج كان وهيج سوى، وإن كان ما مسوي شيء يعني بحياته، ما مقدم شيء للإنسان، شي. كل هذا الأهوازية للأسف، وخالة هيج وعمه هيج ويدي هيج وذاك ابن عم أبوي هيج سوى، هاي السوالف هو هاي ثقافة الاحتزاز. يعني يحتز تفاخر بآباء أو أجداد، وهي ترى هاي الثقافة تجيبنا إلى الثقافة العظامية. يعني هو اللي مجابنا جيبنا ما عنده شيء، هو عايش على عظام آباء وأجداده، أنا ابن فلان وجدي فلان. هاي الثقافة القبلية تجيبنا ثقافة الاحتزاز، أما الثقافة المدنية تجيبنا ثقافة الإنجاز. لك يا بس صحيح سلام الله على يدك كان بزمانه لكل وقت الرجال عافية. انت شو قدم المجتمع هاي ثقافة الإنجاز احنا اليوم نريده. بالله انت شو قدمت الإنجاز احنا اليوم نشوف هسه بالمجتمع الأهوازي ترى الفكر القبلي قاعد يعيد مرة ثانية. ونشوفه بحلة جديدة. يعني أشخاص يجون يظهرون بالساحة الأهوازية ويريد يعيد الفكر الغبلي ولكن بحلة جديدة، ممكن يلبس لغاط أو بدلة حتى تحسه مثقف، وحتى يعني تحسه مثقف، لكن هو راح يروج الفكر الغبلي والفكر الغبلي المدمر. يا ليت لو مثلا الفكر الغبلي اللي كان في زمان آبان وأجداد، اليوم فكر غبلي ترسخ فكر الإنسان المدني على خصوص الشباب وهو عايش بالمدينة ولكن يحمل معه أفكار من القبيلة، ويجيب هاي الأفكار من القبيلة للمدينة وتسبب كوارث بالمدينة، ممكن جارة، ممكن اللي بالشارع كلها تتأذى، لأن هو حامل الفكر من القبيلة إلى المدينة. يعني ما يطبق نفسه مع المدنية. نروح فاصل حبيبي. ونرجع إن شاء الله ونكمل الحوار. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مع ضيوفي، انتظرونا.